نبتدي بقى مع حضراتكم بالخبر اللي فعلا يتقال عليه بالمعنى الحرفي للكلمه خبر الموسم. وكل موسم ويمكن الخبر ده اهم خبر في اخر 10 مواسم في عالم كره القدم، خبر اللي قالب الوسط الرياضي العالمي كله بما فيها حتى الناس على فكره اللي ملهاش قوي في الكوره. ميسي يترك برشلونه، طبعا يعني العنوان ده كفيل ان هو يعمل اعلى نسبه يعني شيرنج على السوشيال ميديا في 2021، يعني يمكن الخبر ده ناس كتير كمان اعتبرت ان هو اهم كمان من خبر رحيل كريستيانو رونالدو في وقت من الاوقات طبعا عن الريال مدريد، الكلام ده من كام 3 سنين 2018 تقريبا، يعني مش عارف بس يعني ايه، اصل امبارح كان فيه ملابسات كتير قوي وكان فيه مشاعر وانفعالات كتير قوي، وكلنا اكيد او يعني اغلب حضراتكم تابعتم اكيد المؤتمر الصحفي الخاص بميسي ولحظات البكاء التي طالت ولحظات التصفيق التي طالت، وكلام كتير كان بيتقال ما بين السطور غير الكلام اللي كان بيتقال في السطور نفسها، واللي انت شفتي امبارح الوضع كان عامل ازاي؟ بص انا هقول لك بقى بصراحه، طبعا ما فيش حد يمكن في العالم ما شاهدش ده يعني، بس القصه كلها ان في كذا تساؤل كده احنا المفروض ان احنا نساله مع بعض، يعني هل رحيل ميسي ممكن يكون امر طبيعي وممكن ان هو على الصعيد الثاني مثلا يؤثر على نسبه مشاهدات ماتشات برشلونه؟ يعني ده سؤال احنا برضو عايزين نساله. طيب هل ممكن ياثر كمان على الجانب الفني للفريق؟ برضو ده سؤال تاني. طيب الاهم من ده، هل جماهير ميسي يا كريم ممكن ان هي تتاثر من جانب بقى مشجعي برشلونه ان هم مثلا ما يبقاش الكم الموجود، يعني فاهم قصدي بالعدد الموجود؟ انا ما اعرفش، انا شايفه ان جمهور ميسي مش هيقل، يعني البعض اللي كان بيتوقع ان بعد رحيل ميسي لا الجمهور بتاعه هيقل، انا ما اعتقدش خالص القصه هتبقى كده، لا اعتقد ان الجمهور بتاع ميسي هيروح معاه في اي نادي تاني بيروح، وزي ما حصل مع كريستيانو زي ما انت قلت. وبعدين باريس سان جيرمان برضو ما هوش نادي صغير يعني، وبعدين اسماء كتيره جدا مؤخرا بقت كمان بترتبط بيه، فهي دي النقطه. طيب لو جينا برضو اتكلمنا في نقطه اخيره كده وفكره الانتماء، يعني هل الموضوع برضو بيزنس ولا هو انتماء ولا هي دلوقتي احنا بنتكلم في عصر الاحتراف؟ يعني ما كل دي اسئله اعتقد داخله في القصه. ما هو العنوان اللي انت وقفتي عنده ده او كلمه الانتماء دي هي اللي قسمت الناس نصين، نص شافوا ان ده احتراف بالمعنى الحرفي، يعني المفروض ان هو يخلو من المشاعر، انا كلاعب بشوف مصلحتي فين، انا في عندي مساحه للمزيد من العطاء مع النادي القديم اللي انا كنت معاه ولا لا، بدايه جديده مع نادي جديد، ده برده ممكن ينتج عنه، يعني دي فئه من الناس. في فئه ثانيه اللي هي يعني شافت ان لا، ان احنا لو رجعنا بالزمن شويه هنلاقي ان في مجموعه كبيره جدا من الاساطير فضلت ان هي يعني تستمر مع ناديها يعني عن ملايين الدولارات اللي كانت هتدفع لها في اوقات سابقه. الكلام ده على فكره ينطبق على يعني يمكن حتى من اجيال اقدم من بكتير من اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، توتي مثلا قيصر روما، باولو مالديني مع ميلان، ديسييرو مع اليوفنتوس، وطبعا غيرهم كتير جدا. صحيح مش هننكر ان مرتب ميسي وصل ل 50 مليون دولار، لكن برضه في وجهه نظر ثانيه انه كان عادي جدا ممكن يكمل في مشواره مع برشلونه، خصوصا انه يعتبر نسبيا او الى حد ما في نهايات مشواره الكروي، يعني لو افترضنا انه هيلعب له كمان 3-4 مواسم، في ناس كتير قوي انا هوند شايفه انه كان لا الافضل يقعد الاربع مواسم دول في برشلونه جوه بيته اللي ابتدى فيه مسيرته واللي ما لعبش غير ليه. ساي 17 سنه تقريبا، هو كان برضه زي ما وقبلها بتاع 3 سنين ولا حاجه في الاكاديميه، ادي 20 سنه مقفولين. بالظبط يعني بص انا تابعت الكلام امبارح في المؤتمر الصحفي، وخصوصا لما هو كان بيتحدث ان هو خفض مرتبه ل 50% وبعدين طلب ان هو كمان يخفضه اكتر ل 30% علشان الامور الاقتصاديه يعني اللي حضراتكم اكيد عارفينها المتعلقه بقوانين الليجا الاسبانيه وغيره، ولكن هو شايف ان ده او هو تحدث ان ده امر صعب جدا. ومن الناحيه الثانيه اداره النادي كمان والرئيس لابورتا زي ما احنا تابعنا كان بيتقال ان هو يقدر يوصل مع ميسي يعني لحلول وسط ربما تكون افضل من رحيله يعني، ولكن برشلونه زي ما احنا عارفين يعني برضو اسم كبير نادي كبير، لكن ميسي مع برشلونه برضو كان حاجه تانية. يعني لو احنا هنتكلم بقى ميسي عمل ايه لبرشلونه، هو تصدر قائمه فوربس للانديه الرياضيه ال50 الاعلى قيمه، ده كان عام 2021 كان قيمتها 4.7 مليار دولار مقارنه بقيمته السوقيه اللي كانت عام 2005، احنا بنتكلم حضراتكم بلغه الارقام اللي كانت بتبلغ وقتها 890 مليون دولار، يعني اعتقد موضوع هيفرق معهم جدا برضو مش قصه ما فيش يعني. ما فيش شك هيفرق، بس برضو ارجع مره ثانيه واقول لك يعني كل الكلام ده جميل، لكن يعني انا كل اللي بقوله انه ما بقالوش 3-4 مواسم بيلعب مع برشلونه، ده عمر كامل فناه في هذا المكان، يعني 17 سنه لعب و3 سنين ولا حاجه قبل منها في الاكاديميه التابعه للفريق، فيعني
لو هنبص بقى للارقام طالما فتحت باب الارقام يعني اكيد اللهم صل على كامل النور السنين اللي فاتت دي نتج عنها ثره ضخمه من الدنانير. ايه المانع بقى ان احنا نيجي على نفسنا سيكه ونكمل في مشوارنا الاسطوري اللي احنا فيه مع النادي؟ لان فعلا فعلا يعني احنا بنتكلم على لاعب استثنائي بالمعنى الحرفي للكلمه، لاعب ما فيش حد في تاريخ برشلونه عدى على النادي بالفعاليه دي وبالحجم الانجازات ده. يعني ميسي في الاخر في برشلونه ليه طعم تاني اكيد. بص انا بتفق معاك جدا، بس يعني انا واخده زاويه وانت زاويه بصراحه، يعني ما اعرفش طبعا الناس اكيد مش كلها برضه هتتفق يعني معاك او معايا، كلها بيبقى شايفها بوجهه نظره، ولكن القصه كلها يعني الناس تقول لك ده فعلا انتماء ولازم يكمل وخلاص، هو عمل فلوس كتير، القصه مش قصه فلوس واحتراف، وحد تاني يقول لك لا هي ده شغل ده بزنس، وزي ما النادي برضه في الاول في الاخر بيفكر في نفسه، اللاعب برضه ليه ان هو يفكر في نفسه، وفكره برضه مش نقص في المرتب على قد ما بتبقى قيمه، اللي هو انا عايزه اتقدر برضو، مش اللي هو تيجي عليا لهذه الدرجه. مقدرينك انا هوند جدا. عندك رعاه، احنا بنتكلم على ميسي واحد من اهم لعيبه العالم، يعني الى جانب بقى شوية. بس برضو في صورة من الدنانير يعني التقدير الدنيا شغاله، يعني اللي هو احساس ان انتم ما اتفرطوش فيا قوي كده او ما تجوش عليا، ما اعرفش طبعا، يعني كل احنا نقدر نقوله ان كان في مشاعر حزن شديده جدا جدا جدا، وهو عيط يعني، هو بكى فعلا قدام الناس قدام العالم كلها امبارح في المؤتمر الصحفي. اقول لك بقى على حاجه، البعض من الناس شاف ان دي دموع التماسيح لان هو فضل مصلحته الشخصيه والماديه وعمل الشويتين دول في المؤتمر الصحفي طبقا لمعتقداتهم ووجهه نظرهم. ما بقول لك طبعا ما فيش هيكون اتفاق على وجهه نظر معينه، ولكن السؤال بقى دلوقتي ماذا بعد؟ هل باريس سان جيرمان هيكون يعني المكان الافضل، خصوصا زي ما كنا بنقول لحضراتكم اكيد كلنا عارفين بيضم اسامي يعني عظيمه جدا، اشرف حكيمي، راموس، مبابي، يعني اسامي كتيره جدا وعظيمه. طيب هل اللي جاي هيكون نقله نوعيه لباريس سان جيرمان؟ احنا عارفين طبعا هو نادي كبير، ولكن هو ما بيحصلش يعني لم يحصل على الدوري الفتره الاخيره، لم يصل لنهائي دوري الابطال، فيعني هل هيكون في تغيير نقله نوعيه؟ ده بقى السؤال او ده يعني اللي جاي بقى اللي احنا عايزين نعرفه. خلينا نروح نتابع جزء من المؤتمر الصحفي لان برده مهم جدا ونرجع نكمل. فيما ساقوله اليوم وفي الحقيقه أن فكرت في اشياء كثيره. هذا الامر صعب علي جدا بعد العديد من السنوات هنا، قضيت حياتي كلها هنا، انا لست مستعدا لهذا على الاطلاق. وصدقا السنوات الماضيه كانت سنوات جميلة للجميع، كنت مقتنع أني سأوقع كل سنة، لكن هذا العام الأمر مختلف. هذا العام كانت عائلتي مقتنعة أننا سنبقى هنا، وهذا هو موطننا. لكن رغم أن هذا هو بيتنا ونعتبره كذلك، وكنا نود أن نبقى هنا في برشلونة لوقت أطول ولسنوات أكثر، ولكن اليوم هو يجب أن أقول وداعا للجميع. بعدما قضيت سنوات كثيرة هنا، حياتي كلها منذ أن كنت أبلغ 13 من عمري، وبعد 21 عاما أنا أغادر الآن مع زوجتي ومع أطفالي الثلاثة الصغار، وكما قلت عشنا في هذه المدينة ليس كعمل، ولكن كانت هذه المدينة موطننا. أنا ممتن للجميع، ممتن لزملائي، ممتن لكل شيء. النادي وقف بجانبي كثيرا، وأناس عديدين
قدموا لي خدمات كثيرة هنا. هذا النادي يمتاز بالتواضع والاحترام للجميع. هذا البيت، لا أقول النادي. أنا تعلمت الكثير في حياتي هنا وأخذت الكثير من الخبرات وأشياء كثيرة حدثت لي هنا، وكل هذه الأشياء علمتني كيف أنمو، كيف أكبر، كيف أتطور، وجعلت مني ما أنا عليه اليوم. يعني اللي حضراتكم تابعتوه معانا دلوقتي ده الجزء ده تحديدا ده بعد ما كان يعني ابتدى يبقى فيه كلام، لكن قبلها بشوية كان في فترة طويلة جدا من الصمت والبكاء فقط لا غير من قبل ليو ميسي. تابع معكم اللحظات دي للي منكم ما شافهاش امبارح. اتفضل. يعني زي ما انت كنت بتقول البعض بيشوف ان دي دموع تماسيح، يعني صح المصطلح؟ لا انا ما اعتقدش خالص يعني، ولا انا بس انا بقول لك ان للدرجه دي الناس مقسومه. بس يعني لا بيبان يعني انا اعتقد ان هو موجوع فعلا. بص هقول لك على حاجه، مهما كان موجوع. طبعا يعني الانتماء بيبقى شيء بيأثر بشكل كبير جدا على اي حد لما تكون بتنتمي لمكان وبعدين ترحل عنه بعد كمان سنوات كتيره جدا وتاريخ طبعًا وكواليس وغيره ده بيبقى صعب. يعني عايز اقول لك يعني ملهاش علاقه بالتشبيه، بس حتى لو اتنين عايشين مع بعض سنوات وبعدين انفصلوا ده بيبقى صعب، حتى لو صحيح. انت واخد قرار صح هو ما بيبقاش سهل، دي طبيعه بشر طبعًا. فطبيعي ان احنا نحس باللي هو حاسه او طبيعي ان احنا نصدق هذه المشاعر لان ده شيء اكيد طبيعي. على الصعيد الثاني خلينا نروح بقى نشوف يعني الجمهور، لان كان في تجمع لمئات ان لم يكن الاف من مشجعي يعني برشلونه زعلانين اكيد على ميسي، ومحاولة كده لإلقاء نظرة كانوا عليه. خلينا يعني وإحنا مع حضراتكم كده بنشوف دلوقتي هذه المشاهد. طبعا في حزن لما أنت بيكون ليك بطل يا كريم أو شخص أنت بتحبه جدا، تاخده مثل أعلى، بتتابعه من أنت صغير يعني بغض النظر، لكن لما بيرحل عن مكان برضو أنت بتحبه وبتنتمي ليه وبتشجعه بتبقى صعبة يعني. ده غير كمان غير اللي أنت بتتكلمي عليه أنا هوانت، يعني غير النقطة دي، ده راجل أدخل البهجة والسعادة على قلوب كل محبي وعشاق هذا الفريق سنين طويلة جدا. ده نجم استثنائي على فكرة. ده نفس الكلام حتى اللي قاله لابورتا يعني شخصيا، هو بيتكلم برضو في الجزء المتعلق بيه في المؤتمر الصحفي، قال إنه ده كان لاعب استثنائي وأدخل البهجة في قلوبنا سنين طويلة جدا، وإن ما عداش على النادي عبر تاريخه حد بالبلدي كده بالكواليتي بتاعت ميسي. فطبعا أنت متخيل حجم ذكرياته حد زي ميسي في برشلونه ممكن تبقى عامله ازاي. فانا طبعا معاكي في البوينت ان هو اكيد صادق في مشاعره. هو انت يعني اهلاوي خلاص دي عارفينها، مدريدي ولا برشلونه؟ انا والله كنت بتارجح ما اخبيش عليكي يعني شويه كده شويه كده، بس انا بروح يعني شويه اكتر تجاه برشلونه، لان انا كريستيانو رونالدو بص عايز اقول لك على حاجه، لعيب فاز مفيش شر. انا شك. بحب اكتر كريستيانو الصراحه، ده حاجه مش طبيعيه، ظاهره كونيه ماشيه على رجلين، بس ايه حته يعني ايه شيء من الاحساس بالذات ده كان ايه بيقفلني شويه. ميسي عنده بقى يعني ايه كاريزما عكسيه، بحبوح وبسيط. بالعكس على فكره اقول لك على حاجه بقى، لو قارنت بين الاثنين كانسان انسانيا كريستيانو رونالدو احسن مليون مره مليون مره. لا شفت فيديوهات كتير بالعكس بتنفي التهمة دي عن رونالدو انه فعلا عنده احساس جداً عالي جداً ومش مغرور زي ما الناس أبداً بتقول ابدا فلا يعني كاركتر وايز لا طبعا كريستيانو احسن. زي ابراهيموفيتش بس عندي مشكله، ابراهيموفيتش انا عارفه انا عندي مشكله فظيعه معاه، انا هو فظيعه بكلمك جد. فكره ان انت تبقي حاسه بنفسك لطيفه ثقه بالذات ماشي، لكن لما تتعاملي من منطلقها
انا احسن حد في الدنيا. لا كتير. وبعدين عنده كمان توجه كده ان هو ايه، يسخف من اللي قدامه ويقلل من شأن اللي قصاده. دي حته بس هي اللي عامله كده، هي جزء من تركيبته، ودي المشكله. طب